خيمت ذكرى صلب السيد المسيح على الأجواء السياسية ولم يتواصل أي طرف مع الآخر. الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال في الإمارات فاتحا هاتفه منتظرا تبلغه جواب بعبد عن تفاصيل مبادرة 24 وزيرا، وحتى اللحظة لا جواب من قصر بعبد عن مبدأ من يسمي الوزراء المسيحيين الخمسة المتبقين من خارج حصة رئيس الجمهورية، إذ إن حصة عون مؤلفة من 8 وزراء، 6 منهم مسيحيون، ومن أرمني للطاشناق ودرزي لطلال أرسلان. والجواب الآخر الذي ينتظره المعنيون بالمبادرة أي الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري، هل يلتزم عون اقتراح أسماء من الاختصاصيين غير الحزبيين؟ أم يتخطى المبادرة الفرنسية ويسمي وزراء حزبيين محسوبين على التيار الوطني الحر؟ وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف متمسكا بقواعد الاتفاق مع الفرنسيين من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى. وعلى أساس إجابات بعبدة تتوضح صورة نجاح تأليف حكومة الإنقاذ من عدمها، وإلى ذلك الحين لن نشهد ولادة حكومة، والأجواء الإيجابية ستبقى متقلبة، إذ يربط الرئيس المكلف تنازلاته بإجابات بعبدة الرسمية عن ثوابت الحكومة. في الداخل فتور سياسي ومراوحة حكومية، أما الخارج فيضغط من أجل تأليف حكومة ذات صدقية، كما صدر في بيان اتصال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإخراج لبنان من أزمته الحادة من خلال حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض التي التزمها القادة السياسيون اللبنانيون، والتشدد على أن تأليفها شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد. الاتحاد الأوروبي من جهته حض القيادة اللبنانية على تحمل المسؤولية عبر الإسراع في تأليف حكومة تنفذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن لبنان يمر بفترة حرجة وأزمات البلاد المتعددة ما زالت تتفاقم، غير أن الواقع السياسي اللبناني يربط طريق حكومة الإصلاح بالحصص الوزارية وجذور وزرائها الحزبية، وإلى حين تبدل عقلية التأليف لا حكومة ولا إصلاحات ولا مساعدات. روان طبخزام، قناة الجديد.